متابعي قناة السويسويد منى، كرحب بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون من محل أميرة كلاس ديكول، محل خاص ببيع أرقى الأثاث المنزلي. فيديو اليوم غنتعرفوا فيه على التشكيلة الجديدة وأيضا على لي برومو ولا ليكيداسيون اللي دارها لكم المحل بمناسبة فصل الصيف. فاللي بغاو يفرشوا صالوناتهم أو بيوت النعاس هذه هي الفرصة والمناسبة. وكاين حتى لي طابلا مونجي، كاين ديزاينات وعبارات وألوان مختلفة كترضي جميع الأذواق. أميرة كلاس ديكو متواجدين بمدينة الدار البيضاء وكيرسلو في كازا وفي جميع مدن المغرب. أي حاجة بغيتوها غير تواصلوا معهم على الأرقام اللي غتبان لكم على الشاشة، وللإشارة كيسدوا فقط غير يوم الأحد. وبالنسبة للناس اللي بغاو يزورهم سيغ بلاس في الطريق باش وصلوا للمحل، غنخليها لكم صورة في آخر الفيديو، وغنحط لكم أيضا حتى لا لوكاليزاسيون في صندوق الوصف. غتدخلوها غير في الجوجل ماب ولا في الويز غتجيبكم حتى لقدام المحل. جديد روعة في انتظاركم وعروض سخية. تبعوا معنا الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنسوناش من جام ومن بارتاج لتعم الفائدة وفرجة ممتعة. لكم لا فيديو ديالنا من المحل ديال أميرة كلاس، المحل الخاص مرة أخرى ببيع أرقى الأثاث المنزلي. غنبدا لكم بلي صالون، كاين لارج شوا بزاف ديال لي زارتيكل جداد دخلوا، وكيف ما قلت لكم بمناسبة الصيف غيكونوا تخفيضات زوينة. غنبدا لكم بالصالون الأول، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. لا كولور حتى هي كتحمق، ستيل كابيتوني من الظهر ومن الجنيبات، غزال غزال غزال. شوفوا معايا 52 جوج وخمسين كيف ما كيبان لكم معايا لي فوتوي اون بلاص كيفاش كيجيو من الظهر. المهم اثمنه باغ ميساج بريفي، غيكونوا عندكم اثمنه تفضيليه كيف ما قلت لكم غير على حساب المنافسه لا كونكورونس. وبزاف البنات ديال المشاكل اللي كيطراو، فكنفضلوا ان الثمن يبقى بينكم وبين المحل. شوفوا معايا لو صالون كيفاش كيجي داير، صراحه رائع. وبالنسبه للناس اللي بغاو لي طابلو باس ولا لي طابل كونسول، كلشي حتى هو متوفر عندهم في المحل. كيف ما قلت لكم هذا لو صالون ممكن تعرفوا الثمن ديالو باغ ميساج بريفي، الارقام راه كاتبه لكم على الشاشه. شوفوا معايا البنات لا كولور الثانيه ديالو، دائما كنهضروا على 52 في العبار، شوفوا في البلو غوا خطير جدا بديك لا توش ديال الدوغي. شوفوا وبالنسبه للكابيتوني كيف ما قلت لكم كاين في الظهر، كاين في الجناب، وكاين حتى في التحت. بالنسبه للرجيلات كيجيو اينوكس، كيجيو هكا كرومي بالدوغي، صراحه رائع. حتى بالنسبه للناس اللي مثلا غادي يديروه بحال هكا كسيباراسيون، يعني ما غيديروش على الحيط، الديكور ديالو من اللور كيجي انيق جدا، كله كابيتوني. فوالا حتى هذاك اللي شفناه ياك كيدورو. شوفوا البنات شوف خطيرين، وكنهضروا على تركيا دائما، تركيا كلشي تركيا. شتو اون بلاص اون بلاص كات بلاص، راه جوج وخمسين تما في العبار. والثمن دائما باغ ميساج بريفي. المحل ديال اميره كلاس كيديروا الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب. راه بزاف ديال لي كليون ديال اميره كلاس تبعتوا لهم لي صالون ولي شومبرا كوشي حتى خارج المغرب، غير تواصلوا معاهم باش تعرفوا لي ديتاي. او لا كولور الثالثه معنا في هذا لو صالون هذا الخطير جدا، هي هاد لا كولور هادي بحال كغاج ما بين الكغي والبيج والبرونز، واحد لا كولور واعره معشوقه السيدات. شوفوا معايا لي ديتاي، دائما كنهضروا بالنسبه للعبار على 2.50 متر. شوفوا معايا كيفاش كيجي، ما كتاخذوا هكا حتى افكار. بالنسبه لي طابلو باس راه كلهم متوفرين في المحل ديال اميره كلاس. شوفوا 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 كيف ما قالت لكم اختي مروه، راه الكرسي كيدور وغير الاشاره راه فيه تقريبا شي 6 ولا 7 اللوينات. انا غنحاول ان شاء الله في هذا الفيديو نوريكم تقريبا كاع لي كولور اللي متوفرين فيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير لا كولور الثالثه. ثمن مره اخرى باغ ميساج بريفي، غيكونوا اثمنه حصريه لمتابعي القناه. سارعوا الناس اللي بغاو يفرشوا هذا الصيف. وشوفوا معايا هاد لا كولور هادي، شوفوا 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 شحال كتحمق، الاخضر الملكي. شوفوا دائما لي ميم ديتاي، الكابيتوني في الظهر في الجنيبات، ديك لا توش ديال الدوغي اللي كتبان لكم يعني في لو سالون ديزا كامله. ها انتوما شوفوا كنهضروا على العبار دائما 2.50 جوج وخمسين في كل فوتوي. وبالنسبه لي فوتوي اون بلاص اون بلاص كيف ما كيبان لكم، حتى هما كيجيو سامبل من القدام وكابيتوني من اللور. المهم صالون خطير جدا تبارك الله، ولا لاحظتوا عندنا لو شوا كثير في لي طابلو باس. شوفوا معايا تبارك الله كل صالون ولي طابلو باس اللي كانوا محطوطين معاه، كل حاجه بيان سيغ الثمن ديالها، ولكن كاين التنوع يعني تبارك الله عندكم فاش تختاروا. وكاينه حتى هاد لا كولور، شوفوا معايا ما شاء الله هاد لو صالون في لوينات خطيرين. هذا داير بحال البيج برونز، هذا شوفوا 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 كيفاش كيجي داير. شوفوا الظهر كنهضروا دائما على 2.50،
شوفوا معايا ساريو على البنات الارسال في كازا في جميع مدن المغرب المحل ديال الاميره كلاس كيسدوا فقط غير يوم الاحد. الناس اللي بغاو يجيو عندهم ما تجيوش فقط غير احد، وكيخدموا تقريبا ياك التوقيت من 9:30 لـ1 ومن 2:30 حتى 8:30 ديال الليل. شوفوا معايا لي دو فوتوي اون بلاص اون بلاص، يعني لي ميم ديتاي ونفس العبار فقط غير اللون اللي كيتبدل. وف لو ميم صالون دائما شوفوا معايا هاد لو ميلونج هذا، شوف هذا صراحه رائع، جا فيه الغوز فوشيا مع البلون كاسي. شوف شوفوا كيفاش كيجي داير لي ميم ديتاي، غير هما هاد الغوز فوشيا جاو مهرسينو بهاد الفوتوي هكا في البلون كاسي، وغير الاشاره ياك اللي بغاتو كله غوز كاين اللي بغاتو كله بحال هكا، يعني يكونوا جوج من هادو ديال 2:50 راه سي بوسيبل، غير هو اللي بغاتو كامل فهاد لا كولور هادي بلون كاسي راه ما بقاش. انا صراحه حمقني، شوفوا معايا الغوز فوشيا العبار دائما كيف ما قلنا 2:50، ها نتوما الفوتوي الثاني فوالا، وهادو اون بلاص اون بلاص جاو في هاد لو غوز فوشيا دائما. شوفوا معايا كيفاش كيبان لو صالون، صراحه شي حاجه فخمه انيقه. بالنسبه للزريبيات راه ما كيتباعوش في المحل غير باش تاخذوها كافكار، شوفوا ولكن مزيان تشوفوهم باش السيدات اللي بغاو يفرشوا يعرفوا مثلا الزربيه اللي غتجي لهم مع هاد لو صالون. وايضا بالنسبه لي طابلو باس كتاخذوا افكار، ولكن هادو راه متوفرين في المحل. شوفوا معايا لا طابلو باس كيفاش جات كتحماق لا ديكوراسيون، المهم المحل كيعطيكم بزاف ديال الافكار. بالنسبه للثمن دائما باغ ميساج بخيلي. ودائما في لي صالون شوفوا معايا ثاني هاد لو صالون هذا الفخامه صراحه، هذا صالون رويال شي حاجه خطيره. شوف هذا كيجي بلا طابلو باس، لا كاين اللي كياخذوا بلا طابلو وكاين اللي كيبغيش لا طابلو، حيت فيها لو ميم ديزاين ديالو. وكاين اللي كيبغي يدير طابل اخر، يعني سي بوسيبل انني ما ناخذش معاه لا طابلو صراحه واعر، ولكن بلا طابلو حيت كيف ما قلت لكم هنايا لو ميم ديزاين كتجي صراحه خطيره. ها نتوما هاد الديزاين هذا اللي كاين هنا هو اللي كاين هنايا. بالنسبه للتيسو داير بحال بروكار، شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، ها نتوما يعني هذيك الزواقه اللي كاينه في الطبله وفي الفوتوي كاينه حتى في لي كوسان هنايا. شوفوا شفتوا كيفاش كيجي لا كولور بحال برونز تقريبا، وبالنسبه للفوتوي الثاني كيجي فلو بيج. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوف شوفوا معايا الفوتوي كيفاش كيجي داير. فوالا هذاك بروكار، هذا اونتيطاش وتقريبا العبار هذا 2:40، هذا 2:40 2:40 على 90، تبارك الله راه كبير فريمون فيه العرض. ها 95 تبارك الله ما شاء الله، يعني بحال بحال العبار ديال ديال اللي تقريبا اون بلاص غيزيد اعراض. ها نتوما هاد اللي كنهضروا عليه هادو، ها نتوما شفتوا تبارك الله 95 كيف ما قلت لكم على 2:40 هذا اونتيطاش، والفوتوي الثاني كيف ما قلت لكم هذا بروكار. شوفوا معايا لا كولور كيفاش كتجي دايره كتحمق، وحتى الديزاين خطير. وعاده كيجيو فيه جوج ديال لي فوتوي اون بلاص اون بلاص، حتى هما واحد كيجي اونتيطاش وواحد كيجي بروكار دائما بديك لا توش ديال الدوغي. شوفوا معايا ديك السينتا اللي دايزه هكا بالدوغي، شوفوا الرجيلات كيفاش كيجيو دايرين اينوكس كيف ما كيبان لكم، حتى هما كرومي بالدوغي، نوريهم لكم حتى من الظهر. شوفوا الظهر ديالهم كيفاش كيجيو دايرين صراحه فنين. وهنايا بغيت نوريكم لو ديتاي اللي كاين في الفوتوي الكبير، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوفوا ويمشي حاجه انيقه جدا. حتى هو الثمن ديالو باغ ميساج بريفي ريكابتور ديكرون، وصلوها الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه راه غادي يرسلوا لكم الثمن، وضروري كيف ما قلت لكم ما غتكون غوميز سبيسيال بمناسبه فصل الصيف. ونجي لكم لهذا لو صالون هذا، يا سلام صالون مضوي كيحمق صراحه، لا كولور ديالو بحال حتى هي بحال ان بيج طوب صراحه فن. لي كوسان كيف ما كيبان لكم شوفوا معايا هاد لو بيج واللوي ميني، وهاد لو ديتاي هذا بالدوغي. شوفوا شوفوا معايا لو موديل كيفاش كيجي داير، شوفوا شوفوا خطير هذا بحال ستيل غوتشي. شوفوا معايا من هنا، شوفوا معايا لو موديل كيفاش كيجي من هنايا رائع بحال دابا. هذا نقدر نقول لكم الثمن ديالو غير باش تعرفوا يعني شحال ديال التخفيض غادي يكون عندكم. بحال دابا هذا شحال كان الثمن ديالو اختي مروه؟ كان داير 24000 درهم و500 فهاد لا برومو ديال الصيف. المهم هذا فقط اللي غنقول لكم الثمن ديالو غير باش تعرفوا شحال ديال لا غوميز عندكم، شحال غادي يبقى؟ غيبقى ب 19500، غيبقى لكم ب 19500. شفتوا شحال ديال الفرق؟
يعني فريمون دي غوميز رائعين. 3500 يعني 3000 درهم 3500 حتى 4000 درهم ديال التخفيض في كل صالون. فوالا كيف ما قلت لكم غير على حساب هذه القضيه دابا ولاو المحلات كيديروا هذه الخشونه فما بغيناش هذه القضيه تبقى. خليوا الاثمنه بينكم وبين المحل والله يهدي الجميع والله ييسر الجميع. شوف البنات الشكل ديالو كيفاش كيجي داير. وبالنسبه للعبار 2 متر و25 2 متر و25 هذا 2 متر و25 على 90 على 90 شفتوا شوفوا كيفاش كيجي داير رائع رائع رائع. شوفوا ولي طابلو باس بيان سور المحل ديال اميره كلاس عندهم ان لارج شوا في لي طابلو باس. انتما كتاخذوا افكار اي ارتيكل عجبكم كابتور ديكرون دائما الناس اللي مولفين يعني التعامل مع المحل راه كتجي هذه القضيه ساهله وعاديه يعني في الدار كتفرجي كتصيفطي التصويره ديال الموديل اللي عجبك وفي البلاصه كيوصلك الثمن ديالها يعني كتكوني عارفه الثمن ولا غوميز قبل ما تجي المحل. شوف البنات صراحه صالون خطير جدا وكنهضر دائما لونتيطاش لونتيطاش دائما. وعشاق الفيرزاتشي شوفوا معايا هذا البنات راه كتمشي معاه لا طابل ديالو شوفوا معايا بلو نوار وبالدوغي هذا بقات فيه قطعه واحده اللي من نصيبها وغتكون فيه واحد لا غوميز زوينه بزاف بزاف. شوفوا معايا الفوتوي الاول كيجي في لو نوار تقريبا العبار ديالو هذا تيسمع شحال 42 هذا في 42 قلت لكم بقى فيه صالون واحد هذا الفيرزاتشي. شوفوا معايا لو بيج ديالو حتى هو 42 شوفوا معايا التفاصيل شوفوا كيف ما قلت لكم كيجي بلا طابل ديالو وكيمشيو معاه جوج ديال لي فوتوي اون بلاس اون بلاس بحال هكا ستيل بروكار. شوفوا هذا كيف ما قلت لكم حيت بقات فيه بياسه وحده يعني صالون واحد اللي بقى فغادي يكون فيه واحد لا غوميز زوينه اللي عشقاتو. الناس اللي بغاو راه تخفيض مهم في انتظاركم غير تواصلوا مع المحل كي قلت لكم بياسه وحده اللي من نصيبها بالصحه والراحه من دابا لان فريمون فيه واحد التخفيض اللي هو زوين. وهبطنا لتحت باش نوريكم واحد 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 مولاي الصالون وغتكون فيه واحد لا غوميز هذه غنقولها لكم في لا فيديو البنات هذه لان واحد لا ليكيداسيون خطيره. شحال بقاو فيه تقريبا هذا مابقاش فيه بزاف مابقاش فيه بزاف داكشي علاش قلت لكم ليكيداسيون. غنوريكم هاد لا كولور هادي بحال غري سوري يعني ولا غري نوار مغلوقه وكاينه الغري مفتوحه ياك غير بقاو معايا البنات لانكم فريمون الثمن غادي يصدمكم. هذا اصلا كنا دوزناه في اخر فيديو برومو وكان تبارك الله مشى كامل بقاو فيه كيلكو بياس. بشحال كان داز اختي اسماء؟ 17500 كان داز ب 17000 درهم و500. انا جايه لكم التفاصيل ديالو غنصوروا لكم مزيان ولكن بغيت نقول لكم الثمن قبل بشحال غيدوز في هاد لا غوميز هادي اولا التخفيضات ديال الصيف. غيبقى ب 15000 درهم ب 15000 درهم. هاد الفن هذا تركيا دائما ديزاين انيق جدا بالنسبه للعبار شحال فيه؟ 32 غيبقى لكم ب 15000 درهم. ها انتم ها الفوتيل الاول 2 متر و30 زربتي ليا المفاجاه كيف ما قلت لكم اولا كيف ما قالت لكم اختي اسماء هذا في الظهر ديالو كيرجع للور ياك كيولي بحال كليكلاك هذا سي بوسيبل حسب لي هنا بحال ما مزيرش هنا بهذا اللوني. ها انتم شوفوا شوفوا كيفاش كيولي شفتوا شوف كيولي بحال ناموسيه اولا لي ديال 90 تقريبا هذا ديال 90 ديال اون بلاس يعني الا جا عندك شي واحد وبغيبات الظهر ديالو كيتقلب كيرجع اللور وكيولي غنقولوا حنايا ناموسيه ديال البلاصه. شوفوا معايا التوب ديالو واحد التويب زوين داك التوب ديال الفوتويات شوفوا معايا كيفاش كيجي داير تويب كي قلنا فيه العبار ديال 90 وهنا جوج قلنا و30 وبالنسبه لتحت شوفوا معايا رجيلات ديالو وكلو كيجي غارني هكا بالعود. شوفوا هذا الفوتوي الاول قلنا 32 هادو الفوتويات حتى هما اون بلاس اون بلاس كيجيو على هذا الشكل وهذا الفوتوي الكبير اللي حتى هو 32 موديل خطير جدا الصح والعمل تركيا يعني كل شيء مستورد من تركيا. العبار قلنا 32 32 ودو فوتوي اون بلاس اون بلاس رجيلات كاملين كيف ما كيبان لكم بالعود وكيتطوى لهم الظهر والثمن فقط ب 15000 درهم. هادو لي برومو ديال الصيف انو باغاتي. هذا بالنسبه لا كولور الاولى معانا وكيف ما سبق وذكرت غنوريكم لا كولور الثانيه غير قبل بغيتكم تشوفوا لي طابلو باس هادو من الجديد هادو الموديلات الجداد فنين شوفوا ياك ديك الرخامه رخام هذاك شوفوا الرخام الفوق
و اينوكس. باش عجبتني كتقدري تحطيهم بحال هكا جوج، كتقدري تحطي وحده هكا وحده مثلا كتجيبيها هنايا، خطيره. المهم اللي عجبتها كابتور ديكرون. انا كنخلي لكم الوقت صوري هذا الموديل وارسلي ليهم الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه، اكيد غيكون ثمن جد مناسب. وهذه هي لا كولور الثانيه، عطيوني الراي ديالكم، عطيوني الراي ديالكم، وخصوصا خصوصا الناس اللي ديجا كانت عندهم اكسبيريونس مع التابيسي. دابا بحال هاد لو سالون هذا، هاد ديزاين، هاد الستيل هذا، بهاد العبار هذا، وبغيتي تصاوبيه، اتحداك تلقاي بهاد الثمن، وغيديك وغيجيبك وغيديك وغيجيبك وشهر وشهرين وشهرين ونص واش غادي يطيح لك هاد لو موديل في المحل ديال اميره كلاس. استغلي الفرصه وجي خديه فقط ب 15000 درهم. العبار دائما كنذكر 32 على 32، العود من التحت كيف ما سبق وذكرت، شوفوا معايا فوالا، هادو كيدورو يا ان بلوس ثاني. شتا البنات عاد الظهر اللي وراتكم قبيله اختي اسماء اللي كيرجع اللور. 15000 درهم ليكيداسيون، سارعوا البنات ميزه انو باغاتي. وشوفوا معايا لا طابلو باس اللي داروا مع هاد لو سالون هذا، شوفوا شوفوا اللي داروا تما واللي داروا هنايا. هادي كنظن باقا عاقله على لو بري ديالها، كانت مشي 900 درهم. هادي كنا دوزنا اخر مره برومو، باقا اون برومو 900 درهم. شوفوا كيفاش كتجي دايره، وحينت هي ستيل ديال العود جات مع لو سالون كتحمق. يعني دابا نورمالمون عندك لو سالون ديالك كومبلي 15000 درهم، طبيله 900 درهم، وطابي غتاخديها فهاد لا كولور كيف ما قلت لكم. هما دايرينهم هنايا غير باش تاخذوا افكار، يعني ما كيتباعوش، هادو غير اكسبوزي هنا في المحل. شوفوا كتاخديها فيها لو بيج ولو غري، غيجيك صالون كيحمق. هادي اوكازيون انو باغاتي، غير نتوما سارعوا لان الكميه كتبقى محدوده. او باقيين في عروض الصيف السخيه من المحل ديال اميره كلاس، شوفوا معايا هاد لو صالون هذا، شوفوا 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 كيفاش كيجي داير. شوفوا معايا الميلونج ديال لي كولور، هذا الغوج بريك مع لو بيج، تقريبا العبار اختي اسماء 42، ها نتوما هذا 42. شوفوا معايا لو ديزاين ديالو كيفاش كيجي داير، دائما الكابيتوني في الظهر سامبل، وهداك الزيكزاك من التحت، والرجيلات في العود 42. وبالنسبه للفوطوي الثاني بحالو لي ميم ديتاي، غير كيف ما قلت لكم لا كولور في لو روج بريك. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير لو سالون، يا دائما نوريه لكم حتى من الظهر، شوفوا معايا من الظهر ديالو كيفاش كيجي داير، يعني لا فينيسيون شي حاجه ولا غلطه، يعني حتى الا ما كنتيش غتحطي منه الحيط يعني غيبان الظهر ديالو، الظهر كيبان انيق جدا. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي داير، صراحه رائع. وبالنسبه لي فوطوي اون بلاس، اون بلاس كيجيو على هذا الشكل هذا، شوفوا تبارك الله راه كبيبرين، ها نتوما كيفاش كيجيو دايرين، شوفوا. والرجيلات كيجيو على هذا الشكل هذا، بشحال كان في اخر مره كان بدنا لي بروموسيون 18 و 500، ليكيداسيون 16000 درهم و 500، كاين غير في هاد لا كولور، في غير هاد لا كولور اللي هي لو بيج مع لو روج بريك، صراحة كيجي أنيق جدا، حيت كون كان غير بيج بوحدو غيجي فاد، غيجي بحال بارد. هاد لو روج بريك خرجو شعلو جاك كيحمق. وبيان سيغ نعطيكم فكرة حتى بالنسبة لي طابلو باس اللي متوفرين عندهم في المحل، غي كابتور ديكرون ورسلوها الأرقام اللي كتبان لكم على الشاشة مباشرة، غادي يعطيوكم الثمن، قلنا كيبقى ب 16 و500، ومتوفر غير في هاد لا كولور هادي. نعاود نوري لكم هاد لي فوتوي اون بلاس اون بلاس من اللور كيفاش كيجيو دايرين هكا باش كتاخدو فكره. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين. هما البنات سارعوا فريمون، عروض اللي ما خاصكمش تفلتوها. ومره اخرى الارسال كاين في كازا وفي جميع مدن المغرب، واللي زوين ان المحل راه كيجيبو لكم مثلا سوا خديتو عندهم صالون ولا بيت نعاس، كيجيبوه وكيمونطيوه لكم، يعني الحاجه اللي زوينه عندهم. زائد حاجه اخرى، انا ملي كتاخذوا مثلا بزاف ديال لي زارتيكل كنحاول نجاوب على الاسئله ديال المتابعات، راه كيكونوا تسهيلات في الاداء، الا كان لو مونطون كبير راه كيديروا لكم تسهيلات في الاداء، غير كونوا هانيين. وباقين في الهميزات ديال اميره كلاس، دائما بمناسبه الصيف غنوريكم واحد جوج ديال الصالونات هميزات، ولكن بقات فيهم قطعه قطعه، يعني هذا لو صالون هذا بقى غير هذا، وهذاك البيستاش غنجي لكم ليه بقى فيه حتى هو قطعه واحده اللي من نصيبه، غيدوزو بدي بخي زوينين. غنبدا لكم بهذا، علاش؟ لان هذا كتمشي فيه لا طابل ديالو، ياك بلا طابل ديالو كتمشي معاه. بالنسبه للعبار في هذا 22، 22 ها نتوما البنات، انا كنحاول دابا المساحه ما كبيرهش بزاف، غيعجبو هذا غيجي مزيان. كنحاولوا كل صالون نقول لكم يعني العبار ديالو، شوفوا كيفاش كيجي داير، ها نتوما شوفوا دائما بديك لي غايور كيجي كله غايب بحال هكا، شوفوا هنا دائما بلي غايور. لي كوسان حتى هما نفس القضيه، فيهم لي غاي وفيهم لي سامبل بواحد لا توش خفيفه ديال الدوري. شوفوا معايا هذا الفوتوي الاول، هذا الفوتوي الثاني،
متوفر في هاد لا كولور فقط كيف ما قلت لكم قطعه واحده اللي بقات فوالا طبيله بيان سور ما شاء الله راه كبيره دايره فيها شي مترو هذه فيها تقريبا شي مترو 30 فوالا مترو 30 راه كبيره شوفوا كيفاش كتجي دايره غزاله 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 انا ما كرهتكمش تاخذوا هاد الصالون ديروا الطابيسي قولي شحال غتصاوبوا لينا وعاد تواصلوا مع المحل هذا غنقول لكم البنات الثمن ديالو حيت كي قلت لكم ليكيداسيون قطعه قطعه اللي من نصيبها سورتو الناس اللي كيكون عندهم اسباس كله في لو بلون هاد اللوينات هادو كيشعلوا الاسباس وشوفوا معايا هاد لي فوتوي اون بلاس اون بلاس كيفاش كيجيو دايرين ها نتوما هذا الاول وهذا الثاني وكيف ما قلت لكم عندكم واحد لافونتاج انه كيمشي بلا طابل ديالو تقريبا بشحال كان دوزتو اخر مره بالبروموسيون المره اللي فاتت درنا لي 21800 اها ليكيداسيون اللي درنا كيبقى ب 18500 كان ب 21800 اون برومو دابا 18500 بلا طابل ديالو 18000 درهم و500 سارعوا 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 اللي من نصيبها بصحتها وراحتها من دابا لان خدات الهمزه وعاد غادي نمشي لكم للصالون الثاني اللي لا كولور ديالو حمقاتني حمقاتني انا كنتخيل هاد لو صالون فواحد مثلا واحد لاسباس كله هكا كيكون في لو بلون بحال هاد اللوينات كيف ما قلت لكم كيشعلوا لاسباس شوفوا معايا شوفوا شحال غزال تقريبا بحال ان فيغ بيس ما عرفتش صراحه كيفاش كيبان لكم في الكاميرا مي هو راه مفتوح شفتوا هو راه سي ان فيغ بيستاش انا كنحاول نقرب باش نقربكم من لا كولور الحقيقيه ديالو هو ان فيغ بيستاش شوفوا معايا لي فوتوي كيفاش كيجيو دايرين بدا نوريكم هادو ديال اون بلاس شوفوا من الظهر الظهر ديالهم انيق جدا ها نتوما اون بلاس اون بلاس بالنسبه للفوتوي الكبير حتى هو فيه هذاك زيكزاك من هنايا في لي كوسا هنا كله كيجي سامبل وزيكزاك كاينه ثاني في الجنبات وفي الظهر هذا تقريبا العبار ديالو هذا فيه كنابي فيه 52 وكنابي فيه 42 تبارك الله يعني واحد صغر من الاخر واحد صغر من الاخر فوالا يعني واحد فيه 42 وواحد فيه 52 تبارك الله عليك شوفوا كنحاولوا نعطيوكم جميع التفاصيل دابا هنا غنوريه لكم من الظهر شوفوا معايا غير باش تاخذوا فكره ها نتوما شوفوا الظهر ديالو كيفاش كيجي داير واحد فيه 42 وواحد فيه 52 عاد فيه لي فوتوي اون بلاس اون بلاس هذا تقريبا بشحال كنا دوزناه في لا برومو 21000 درهم دابا في لا ليكيداسيون بقات فيه قطعه واحده بشحال غيدوز 18000 درهم و500 اللي من نصيبها اللي عندها شي اسباس كبير في لو بلون وما عرفاتش ما دير فيه هذا هو الصالون ديالك وثمن جد مناسب غتاخديه بالثمن ديال ليكيداسيون مره اخرى سيري سولي عن طابيسي بهذا الاتقان بهذا الجوده هادشي كلشي اللي كنوريكم انا تركيا وردينا الخبر في التعاليق فريمون اثمنه زوينه بزاف سعداتكم الناس اللي غيبروفيتيو وفي نفس الوقت نوريكم هاد لا طابلو باس شوفوا معايا هادي رخامه ولا اف ام رخامه رخامه شوفوا معايا فوالا كتحمق بالنوار ولو بلون فوالا ولتحت كيف ما كيبان لكم اينوكس وها هي الصندري ديالها شوفوا معايا مثلا الناس اللي بغاو ياخذوا علاش لا مع هاد لو صالون انا جات كتحمق معاه فوالا اي حاجه ما ذكرناش الثمن راه وليتو عارفين لو كونسيبت كابتور ديكرون وصلوها الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه حنا ولينا كنتفاداو هاد القضيه ديال الاثمنه سورتو في السلع الجديده لانه ولات واحد لا كونكورونس شرسه اولا واحد المنافسه انا غنسميها غير شريفه عرفتي بزاف ديال الافلام تبارك الله انا كنجي هنا للمحل داكشي اللي كنسمع وداكشي اللي كيعاودوا ليا فريمون باز داكشي علاش وانا كنفضلوا ان الثمن يبقى بينكم وبين المحل وفي هاد لا فيديو غادي يكون نصيب حتى للناس اللي كانوا دائما كيقول لي في التعاليق بغينا دي شومبر كوشي سون ارموار يعني بلا ماريو فهاد لا فيديو هادي غنوريكم هاد لو موديل هذا راه عندنا بزاف ديال لي موديل غنوريكم هذا من الجديد ياك اختي اسماء من الموديلات الجداد اللي دخلوا كيجي كيف ما قلت لكم بلا ماريو الناس اللي كيكونوا ديجا باينين في الحيط شوفوا معايا بعدا لا تيت دو لي كيفاش كتجي دايره هادي راه ياك راه كيشعل فيها الضو راه كيبان لكم ها نتوما رايح هنا حيت بنهار ما كيبانش لكم مزيان شفتوا راه كيشعل فيها الضو كيجيو بحال دي زاباجور بحال هكا لاصقين فوالا شوفوا كيفاش كيجي لا طابل شوفي بيان سور كاينين جوج ديال لي طابل شوفي بالنسبه للعبار تقريبا هذا اختي اسماء ما عرفتش شحال العبار 180 كيجي سون رونجمون ياك فيه رونجمون كيجي افيك رونجمون فوالا 180 جوج ديال لي طابل شوفي لا تيت دو لي وعاده فيه هاد لا كومود شوفوا معايا البيجوتري ديالها ولي زوين بحال دابا هادشي كيبان لك من هنا ياك ها نتوما شوف شوف غزال يعني فيها هاد البيجوتري هنايا فيها هاد لي رونجمون من هنا ومن الجهه الاخرى وعاده فيها المرايا انا غندير لكم بحال هكا باش تبان لكم لا شومبر ها نتوما لا كومود كيفاش كتجي دايره وبالنسبه للناس اللي عندهم مثلا اسباس صغير هادي تقدر ديروها في الدخله ديال الباب
هاد لا كوموند هادي تقدروا ديروها مثلا كطابل كونسول، تستعملوها كطابل كونسول كديروها في دخلات الباب فوالا. او لو لي كيف ما سبق وذكرت متر 80 افيك رونجمون و دو طابل شوفي، شحال غادي يبقى في هاد لا ليكيداسيون؟ 15500. غيبقى لكم ب 15500 سون زارموار، ما كيمشيش معاه الماريو. وكنهضروا على تركيا، تركيا دائما. وباقي مكملين في لي شومبرا كلشي، نزلت لتحت باش نوريكم واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي شومبر هادو باش عجبوني. انكم ممكن تاخذوهم بالماريو وممكن تاخذوهم بلا ماريو، نزولا عن طلب بزاف ديال المتابعات في التعاليق، حيت اغلبيه الناس منهم انا كتكون عندك مثلا الماريو ديجا عندك في لا شومبر، فكتبغي غير لو لي ولي طابل شوفي ولا كومود، ما كتبغيش لاغموار. ففي هاد لا فيديو هادي غتكون واحد لا برومو زوينه، يعني ممكن تاخدي لا شومبر بالماريو وممكن تاخديها بلا ماريو. غنوريكم لا شومبر الاولى، هي هذه، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. ها نتوما شوفوا لا تيت دو لي كتجي دائما فلونتيطاش بهذا لو ستيل هذا. هادو البنات ما نقولوش لو بري، المهم اي تساؤل غير تواصلوا معهم على الارقام اللي كنخلي لكم على الشاشه، غيعطيوكم لو بري بالماريو ولو بري بلا ماريو. بيان سور غتكون واحد لا غوميز زوينه بمناسبه فصل الصيف. شوفوا معايا لا طابل شوفي كيفاش كتجي دايره، شوفوا بهذا لي في ميغوار كيجي فيها جوج ديال المجيرات كيف ما كيبان لكم. واش فيها الغونجمون هذا؟ اسمع هذا سون رونجمون، هذا ما فيهش الرونجمون. شوفوا معايا لو لي كيفاش كيجي، ها نتوما ياك هذا متر 80، متر 80 فوالا. شوفوا معايا لا طابل شوفي الثانيه فوالا، هذه لارموار كتجي كوليس الناس اللي بغاوها تقريبا العبار 2.65 في العبار، الناس اللي انتريسي 2.65. شوفوا كيفاش كيجي داير غزال. وهنايا غادي نوريكم لا كومود ديالو، هي هذه، ها نتوما لا كومود كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كتجي فيها مرايه كبيره، كيجي فيها بيجوتي. نقرب لكم شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، كيجي فيها مجر هنا هنا وهنا، وهاد البيجوتي اللي كاين هنايا شفتوا، صراحه شي حاجه طوب، شي حاجه فخمه. شوفوا وبلا بوف ديالها بيان سور، شوفوا معايا راه هي لابوف كتبان لكم. ممكن كيف ما سبق وذكرت ديروها في الدخله ديال الباب الناس اللي ما عندهمش اسباس. ها نتوما ولولي كيجي على هذا الشكل، بالنسبه لي بري باغ ميساج بريفي، يعني تواصلوا معاهم على الواتساب اللي كيبان لكم على الشاشه، غادي يعطيوكم كيف ما سبق وذكرت الثمن بالماريو والثمن بلا ماريو. مباشره غادي ندوز لكم لا شومبرا كوشي الثانيه في اللون الابيض او لو غري، حتى هي لو ميم كونسيبت، ممكن تاخذوها بالماريو وممكن تاخذوها بلا ماريو. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، كتحمق. واللي عجبني الميغوار دائما في لي شومبرا كوشي ديال اميرا كلاس، دائما يعني اغلبيه ديال لي زارموار ولا الماريوات كيجيو بالمرايا كوم سا، يعني كيعطوك مدى البيت، كيبان البيت متسع، وفي نفس الوقت ملي كتكوني تلبسي كتشوفي راسك من الفوق حتى لتحت. شوفوا معايا لو ديزاين صراحه شي حاجه خطيره. هذا واش فيه الرونجمون؟ هادو اللي غتشوفوا معايا سون رونجمون، شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين، تري سامبل تري شيك. شوفوا شوفوا معايا الليد، كنهضروا على متر 80 ياك، دائما متر 80. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، ها نتوما لو لي متر 80 بالليد، لا تيت دو لي كتحمق، دو طابل دو شوفي ارموار فوالا. وبالنسبه لا كومود ديالو هي هذه، كتجي على هذا الشكل هذا، ها نتوما كتجي دائريه كيف ما كتبان لكم فوالا. وفيها تما ثلاثه ديال المجيرات، وهنايا هاد لابورت هادي شوفوا معايا فيها جوج ديال لي زيتاجير. ها نتوما شوفوا هذا مجر صغير، وهادو جوج مجوره تبارك الله كبارين، فلو بلون وفلو غري دائما. الثمن باغ ميساج بريفي كيف ما سبق وذكرت، حتى هي ممكن تاخذوها بالماريو وممكن تاخذوها بلا ماريو، غير باش تعرفوا ان المحل يعني كيحاول يرضي الطلبات ديالكم، حيت هاد القضيه ديال سان زارموار جاتنا بزاف في التعاليق في هاد لا فيديو. حاولوا المحل انهم يوفروا لكم بزاف ديال لي زارتيكل اللي ممكن تاخذوهم بلا ماريو. ويا سلام على هاد الجمال، حنا باقين في لي شومبرا كوشي كيف ما سبق وذكرت اللي ممكن تاخذوهم بلا غموار ولا سان زارموار. كاين ثاني هاد لو موديل هذا حمقني حمقني حمقني، سي مون ستيل. شوفوا معايا دائما بالنسبه لاغموار كيجي كولي، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، خطير جدا. شوفوا لا تيت دو لي كيفاش كتجي دايره، ها نتوما لي طابل شوفي، ها نتوما راه طالعين حتى للفوق كيف ما كيبان لكم، واحد ديزاين فيهم خطير جدا. بالنسبه لو لي كنظن تا هو متر 80، متر 60 كيبان كبير تبارك الله، ها نتوما متر 60. شوفوا كيفاش كيجي داير، وحتى هو ما فيهش لونجمون، حتى هو ما فيهش لونجمون. شوفوا معايا لا طابل شوفي الثانيه، تا لا كولور فنه، الكاكاو مع الافي بوا كيحمق.
وشوفوا معايا لا كوموند ديالو كيفاش كتجي دايره، حتى هي غزاله. واللي عجبني فيها انه مثلا الا ما عندكش لي سباس في لا شومبرا كوشي ممكن ديرها في الدخله ديال الباب، كتحمق ديريها كطابل كونسول، فيها المرايه بحال هكا طويله، فيها لا بوف، وفيها هنايا هاد البلاصه هادي، ممكن كاع هنايا تزيدي مثلا مرايه اخرى كديكوراسيون، واخا كاينه هادي الا كنتي غديريها مثلا في الدخله ديال الباب. فيها هاد المجر هذا عفوا، وفيها هاد المجوره الاخرين بحال قلتو واحد سامبل وجوج كيجيو هكا زيكزاك، وفيها هذاك لو ديتاي ديال الحديد من التحت، صراحه كتحمق. مهم حتى هي الثمن ديالها باغ ميساج بريفي، ممكن تاخدوها بالماريو وممكن تاخدوها بلا ماريو، وبيان سيغ غيكونوا فيها دي غوميز زوينين، دي برومو غزالين وتخفيضات روعه بمناسبه الصيف. وكاين حتى هاد لو موديل هذا، ايوا قولوا ما برعناكمش. واللي زوين ان هاد لا شومبرا كوشي قالت لي اختي اسماء فيها العبارات بجوج، يعني اللي بغات فيها مترو 60 كاينه، واللي بغات فيها مترو 80 كاينه، واللي بغاتها بلا ارموار سي بوسيبل، واللي بغاتها بلا ارموار يعني بلا ماريو سي بوسيبل. شوفوا معايا البنات هاد الفن، كتجي بحال ان غرينوار. شوفوا معايا لا تيت دو لي كيفاش كتجي دايره ان غرينوار، شوفوا بهاد لو ديتاي هكا هنا في الدوغي كتحمق. شوفوا معايا لا طابل شوفي كيفاش كتجي دايره، شوفوا شوفوا معايا لا كومود حتى هي كتحمج، مجيرات هنايا كبار، هنا فين تحطي الماكياج ولا زاكسسوار ديالك، لا بوف، فيها تما واحد الباب، غزاله غزاله. وكيف ما قلت لكم ممكن تستخدموها الناس اللي ما عندهمش لي سباس كطابل كونسول في دخلات الباب، كتجيك كتحمق. وهنايا هذا هو لاغموار، شوفوا تبارك الله قداش تقريبا شحال فيه، تبارك الله كبير، راه كيهز 62. ممكن تاخدوه مع لا شومبر وممكن تستغناو عليه، وبيان سيغ الثمن كيختلف، الثمن غتعرفوه باغ ميساج بريفي، راه ديجا ذكرنا يعني الاسباب علاش ما بغيناش نقولوا يعني اغلبيه ديال لي زارتيكل الثمن ديالهم، خليو الثمن بينكم وبين المحل، كيكونوا تخفيضات زوينه ودي غوميز، غير تواصلوا في بلاصتك في دارك ما غاديبلاصايش، غتصيفطي ليهم فقط غير صوره ديال الموديل اللي بغيتي، ارتيكل كيف ما كان، صالون شومبرا كوشي طابلا مونجي، وغتقولي لهم الثمن ديالها وغيصيفطوها لك باغ واتساب. فوالا، والناس اللي بغاو يجيو المحل مرحبا بكم، ما تجيوش فقط غير يوم الاحد لانهم كيكونوا سادين. المهم هانتوما شوفوا لو موديل كيفاش كيجي داير، فريمون غزال. كنحاول نركز على لي ديتاي ونطول البنات في كل ارتيكل، سورتو بالنسبه للناس ديال المدن. فوالا، كيف ما سبق وذكرت المحل ديال الاميره كلاس راه كيديروا لا ليفريزون في كازا وفي جميع مدن المغرب، وكيتكلفوا لكم بيان سور بترونسبور، يعني هما كيجيبوا لكم السلعه وايضا كيركبوها لكم. بالنسبه لكازا فابور، وبالنسبه لخارج كازا هما كيمونطيو السلعه ولكن نتوما اللي كتخلصوا الترونسبور. واللي زوين ايضا انهم كيديروا تسهيلات في الاداء، يعني الا كان المونطون كبير فكيحاولوا هكا يقسموه لكم على شهرين ولا 3 شهور، ولا ممكن يديروا معكم دي فاسيليتي دو بايمون. وباقين في لي شومبرا كوشي، تبارك الله في هاد لا فيديو عندكم ان لارج شوا. بالنسبه لهاد لو موديل اللي غادي نوريكم، هذا كيمشي بالماريو ديالو، يعني ماشي بحال الاخرين اللي وريتكم، كيمشي بلارموار ديالو. بالنسبه للعبار تقريبا ديال لولي قلتي مترو 60، فوالا. وبالنسبه للارموار جوج مترو 60، شوفوا كيفاش كيجي داير، واحد لا كولور زوينه، دايره بحال بلون كاسي نيود، كتحمق بداك الافي بوا وبالمرايه من الوسط، غزال. تا هما كوليس فريمون شي حاجه زوينه. كاين سيدات كيقول لي اختي منى بدي تورينا يعني لاغموار من يعني من الداخل، ما كنقدرش نوريكم كلشي البنات لان الفيديو كتجي طويله، ها نتوما نحاولوا نحل لكم غير بحال هكا، غير تشوفوا بعدا شوفوا باش تعرفوا السيستم. ها نتوما كيرجع بوحدو وعندو الفران، شتو كيفاش كيجي داير، تبارك الله غزال. وهذا فوالا، هذا كيتحل بحال هكا، يعني غير الوسطاني اللي كوليس، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، ها نتوما شتو، صراحه فنيون وكيهز ما شاء الله، كيجي مفصل زوين، ها نتوما. وبالنسبه لهذا فوالا حتى هو كوليس، ها نتوما شوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير، ما نقدرش نوريكم كلشي، نوريكم غير شي حاجه قليله، تبارك الله. راه ما تهزي فيه بلاصه التعلاق، شوفوا معايا. بالنسبه للعبار ديال لاغموار جوج مترو و 60، وبالنسبه للعبار ديال لولي مترو و 60 على جوج. واللي زوين انه كيجي افيك رونجمون، يعني كتقدري تهزيه وكتستغلي التحت ديال لولي كامل، كتحطي فيه كاع داكشي مثلا لي زارات زايدين، المنطات زايدين، حويجات ديال الشتوى في الوقيته ديال الصيف وهكذا، يعني فريمون كتستغلي كيف ما كنقولوا التحت ديال الناموسيه. بالنسبه لي طابل شوفي كيجيو على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا لو ديزاين ديالهم، كيجيو هنايا افي ميغوار مرايه، ها نتوما برجيلات فوالا. وشوفوا معايا لا تيت دو لي شحال كتحمق، ها
هانتوما لا كولور دابا راه كتبان لكم قلت لكم بحال ان بيج نيود، واحد لا توش بالبرونز. هاد لي بار دو شوكولا حتى هما كيجيو بالبرونز. بالنسبه للثوب اونتي تاش افي كوير كيبان بحالك بحال الكوير، وعاده هاد العود لي ديز من هنايا فريمون موديل انيق جدا، ولتحت بالرجيلات يعني الغونجمون ولتحت بالرجيلات فوالا كيجيو كاشي بحال بحال مهزوزين تماما. شو كيفاش كيجي داير هذا البنات الثمن ديالو باغ ميساج بريفي. غنوريكم لا كومود ديالو اللي كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا لا كومود، شوفوا المرايه هانتوما كيفاش كتجي دايره. شوفوا معايا البنات هذا المجير كيفاش كيجي من هنايا، دائما الافي ميغوار هانتوما عندكم هنا هنا المجير الاخر، عاد عندكم هاد البلاصه بوغ لونجمون هنايا وهنايا دو بلاكار صغيورين والطابوغي، يعني شومب خطيره صراحه. ومره اخرى الناس اللي ما عندهمش لي سباس ممكن تستغلوها كطابل كونسول ديروها في الدخله ديال الباب. فوالا بالنسبه للثمن غنوريكم لا شومب كامله باغ ميساج بريفي. وفي لي شومب اكوشي جداد اللي دخل المحل ديال اميره كلاس كاين حتى هاد لو موديل، شوفوا معايا شحال رائع هذا باش عجبني. تقريبا كله افي ميغوار، لا من ناحيه ديال لا تيت دو لي، لا من ناحيه ديال لي طابل شوفي. شوفوا معايا لاغموار هذا تا هو كيمشي بلاغموار ديالو، ماشي بحال لي ستيلي ولا تكون في الاول، هذا ضروري كيمشي بالماريو ديالو. بالنسبه للعبار ديال الماريو شحال؟ الماريو تا هو فيه جوج ستيل فوالا هذا 62 بالنسبه للماريو، وبالنسبه لولي او الناموسيه فيها مترو و80 على جوج. الاول اللي وريتكم مترو 60 هذا مترو و80 وبالغونجمون كيجي افيك غونجمون. هانتوما البلاصه ديال الغونجمون صراحه كتحمق. بالنسبه لارموار كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم، كله 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 كيجي افي ميغوار دي كوليس فوالا. وبالنسبه لا كومود كتجي على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا لا كومود ديالو شحال كتسطي. شوفوا المرايه قداش، شوفوا معايا هنايا هاد التيغوار هذا اللي ممكن تستعملوه كبيجوتي حتى هو غزال، فيه جوج ديال المجوره كبارين، وفي هاد البلاصه فين كتحطي الطابوغي. صراحه اون شومب خطيره تري 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 شيك، حتى لا كولور ديالها زوينه. شوفوا معايا بحال ان بلون كاسي. هانتوما بالنسبه لا كومود وبالنسبه لارموار و لا تيت دو لي كتجي بحال داك الكري برونز، يعني واحد الميلونج ديال اللوينات كيحمقوا. والثمن كيف ما سبق وذكرت باغ ميساج بريفي غيكونوا اثمنه زوينين المتابعين. واخر شومبرا كوشي غنصورها لكم هذه ميزه هذه هوته. اول حاجه العبار ديالها صغير، يعني هذه مترو 60 في العبار على جوج، وبالنسبه لارموار اولا الماريو في جوج مترو فقط، ومفصل زوين وكيجي بالكوليس. شوفوا معايا الديزاين، كنهضروا على تركيا دائما. شوفوا معايا لا تيت دو لي كيفاش كتجي دايره، ها نتوما مترو و60 والماريو جوج مترو. شوفوا الناس اللي عندهم لي شومبرا كوشي صغار اولا الناس اللي عندهم سكن اقتصادي كيكون يعني لي سباس صغير، فهذه غتجيكم كتحمق. شوفوا معايا لي طابل شوفي بيان سور كيمشيو جوج. هذه البنات غنقول لكم الثمن ديالها لان كي قلت لكم هذه هوته همزه البنات. شوف كيف ما سبق وذكرت فيها الغونجمون كتجي افيك غونجمون، يعني كتستغلي تحت لولي لا طابل شوفي الثانيه فوالا. ياك متوفره غير فهاد لا كولور ياك غير المارون اللوي اللي كيعجب بزاف ديال السيدات. وهنايا شوفوا معايا لا كومود ديالها كيفاش دايره، وفيها واحد المفاجاه فهاد لا كومود. ها نتوما فيها ثلاثه ديال المجيرات، كنهضروا على تركيا دائما وغارقين تبارك الله كيهزوا. فيها ثلاثه، فيها هاد المرايه هنايا، وفيها هاد المرايه اللي كتجي هكا طويله، وهاد المرايه اللي طويله كنحلوها وهي غونجمون. شوفوا معايا شوفوا شحال فيها، واحد جوج ثلاثه، يعني راه ما تحطي فيها لي ساك ديالك لي بارفان لي زاكسيسوار اي حاجه عندك زايده كتحطيها، يعني مرايه وغونجمون في نفس الوقت وثلاثه ديال لي تيغوار من هنايا. هذه البنات كي قلت لكم تركيا الثمن ديالها والعبار ديالها صراحه هميزه. وبالنسبه للو بري شحال غادي تبقى اختي اسماء؟ 11500 غتبقى ب 11000 درهم و500 صراحه. هذه ميزه كي قلت لكم انو باغاتي 11000 درهم و500 كنذكر العبار مترو 60 على جوج، وبالنسبه للماريو جوج مترو. وما نسيناكمش في الختام لي طابلا مونجي، بغيت نصور لكم صراحه واخا ما كناش غنصوروهم تشكيله جديده ديال لي طابلا مونجي اللي دخلت المحل. هذه صراحه سطاتني، هذه قلتي لي كتمشي بالبوفيه ديالها
فوالا هذا موديل كيمشي بلو بوفي. بزاف ديال السيدات كانوا يكتبوني في التعاليق على هذا لو ستيل، واخيرا دخل المحل كتمشي المرايه كيمشي لو بوفي. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير صراحه الشكل ديالو غزال. غنحاول نقرب لكم ليه ونصوروا لكم، وشوفوا معايا لا طابل كيفاش كتجي دايره. رجيلات اينوكس تيتانيوم واعرين البنات، واعرين الديزاين. وبالنسبه للكراسه اونتيتاش اونتيتاش ديزاين سامبل. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين، ها نتوما من اللور. شوفوا معايا هاد الكريسي، شدوا لكم من هنايا، شفتوا الديزاين. بالنسبه للعبار ديالها فيها متر 80 على 93 سنتيم، فيها متر 80 على 93 سنتيم. شفتوا كيفاش كتجي دايره الثمن ديالها بار ميساج بريفي. هذه بارمي لي زارتيكل الجداد يلا دخلوا للمحل، غير انا جي انسيستي نصورهم لكم، وراه غنوريكم في الاخر ديال لا فيديو دي طابلا مونجي ا بوتي بري، راه باقي منهم شي حاجه الناس اللي انتريسي. شوفوا كيفاش كتجي دايره، كاينه غير في هاد لاكولور ياك، هاد لاكولور اللي انا متاكده كتمشي مع اي فراش عندك في الدار، كتجي في بلون كاسي مع النيود مع ديك لاتوش ديال الدوغي. ونذكر رجيلات كلهم تيتانيوم. وبالنسبه للبوفي شوفوا معايا حتى هو تقريبا لو ميم ديزاين اللي كاين في لا طابلا مونجي. بغيت غير نوريه لكم هنا شحال كيهز، ها نتوما شوفوا، يعني تحطوا هنا تحطوا هنا 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 كات بورت، يعني ما تهزي فيه. بالنسبه للمهنات مثلا ديال الضيوف كاملين يهزهم لكم، رجيلات ديالو طالعين حتى هو تيتانيوم، ومن الفوق كيف ما كيبان لكم افي ميغوار كيجي خطير. وبالنسبه للمرايه ديالو كتجي على هذا الشكل تقريبا. شحال العبار ديالو هذا؟ 2 متر ياك، 2 متر، هذا فيه 2 متر، هذا كيمشي مع لا طابلا مونجي ما كيمشيش سيباري. غنوريكم واحد اخر كيمشي سيباري، غير بقاو معايا. ها نتوما شوفوا الثمن باغ ميساج بريفي بالنسبه للناس اللي انتريسي. فوالا، وبالنسبه للديزاين الثاني معنا في لي طابلا مونجي غنوريكم هذا، هذا ما خلاش ليا العقل، ديزاين خطير خصوصا في الكراسه. واش الكراسه افي كوير ولا كوير؟ هادو سومي كوير، خطيرين. شوفوا معايا لاول مره يدخل هذا لو موديل، هذا كيجيو بحال هكا سومي كوير. شوفوا الديزاين كيفاش كيجي داير، سورتو عرفتي كيفاش جا مع هذا الصالون، هذا جا خطير حيت هاد لاكولور قريبه لهاد لاكولور. المهم انا كنعطيكم افكار ياك، خطير. شوف شوفوا رجيلات كيفاش كيجيو دايرين عود ياك، رجيلات رجيلات عود. هنايا سومي كوير بالنسبه للطبيله فوالا، يعني عندها جوج ديال العبارات. هاد العبار الاول شحال؟ فيها متر 75، متر 75 وملي كتحل كتشوف فيها تقريبا شي 2 متر 10، كتولي فيها 2 متر 10. ها نتوما راه كتحل، شوفوا معايا هذه هي اللي قلت لكم الا بغيتوا تاخذوها بوحدها كتاخذوها بوحدها، بغيتوا تاخذوها هي والبوفي كتاخذوها هي والبوفي، ماشي بحال الاولى. الاولى ما كتمشيش سيباري فوالا، هذه كتمشي سيباري ماشي مشكله. شوفوا معايا الديزاين ديالها من التحت، انا كنحاول نركز على التفاصيل سورتو الناس اللي بعاد في المدن، اما الناس اللي في كازا ما كرهتكمش صراحه تجي وتشوفوا لي زارتيكل وتقيسوهم وتشوفوا لا ماتيير وحتى لي ديزاين، شي حاجه متميزه وخطيره جدا. كي قلت لكم هادو ما غنقولوش لو بري، شي حاجه جديده يلا تحطات في المحل، ثمن بار ميساج بريفي. ودابا غادي نمشي لكم للبوفي. بالنسبه للعبار حتى هو فيه 2 متر فوالا، 2 متر هما. بالنسبه لي بواني عنده هاد، يعني هاد لي بواني انتيغري غير بحال هكا، ها نتوما راه ما تهزي فيه فوالا. وهنايا كيجيو فيه، شوفوا معايا كيجي سيباري هكا دي تيغوار سيباري، تبارك الله وغارقين. راه هادو كتقدروا تحطوا فيهم البنات المعنات، يعني الكويسات والطبيسلات والفراشات ودوك الطباس اللي تيكونوا هكا كبارين، هادو ما تهزو فيهم بحال ستيل ديال لي كاسخولي اللي كيكونوا في لي كويزين. وبالنسبه للمرايه كتجي على هاد الشكل، شوفوا معايا وراه كبارين فريمون كبارين. كي قلت لكم هذا حتى هو فيه 2 متر، ديزاين ديالو مختلف، ممكن تاخذوه بوحدو وتاخذوا لا طابلا مونجي بوحدها، وممكن تاخذوهم بجوج. لي طابلا مونجي بجوج اللي وريتكم قبيله، وهذه كيمشيو 6 ديال الكراسه، 6 الكراسه. ها نتوما نعاود نوريه لكم من البعد. الثمن بغيتو لا طابلا مونجي بوحدها تواصلوا معاهم، بغيتو البوفيه بوحدو بغيتوهم بجوج كيبقى لكم الاختيار، الثمن با ميساج بخيف. وهادو هما لي طابلا مونجي اللي كيف ما قلت لكم غيدوزو ا بوتي بري، كيجيو بستة ديال الكراسه، بالنسبه للطبله كتزاد وكتنقص، الثمن كيبقاو ب 3200 درهم اللي هي 64000 ريال. غنوريكم انا فيهم جوج تلوينات، شوفوا معايا بدا الكراسه كيفاش كيجيو دايرين فنين، اونتي تاج افي كوير كيجيو تري سامبل. الرجيلات ديال العود كيف ما سبق وذكرت كيتزادوا وكيتنقصوا، وهذه لا كولور الثانيه كاكاو كيف ما كيبان لكم هكا افي مغبه. الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، ثمن مره اخرى 3200 درهم.
هنا متابعي القناه غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا اللي صورتها لكم من المحل ديال اميره كلاس. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوناش من لا جيم ومن البارطاج. الارقام باش تواصلوا معهم غتبان لكم على الشاشه. راه كيديروا الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، كيمونطيو لكم كيوصلوا لكم السلعه، وايضا كيديروا لكم تسهيلات في الاداء سورتو الا كان المونطون كبير فكيقسموه لكم على شهرين ولا 3 شهور. المحل كيف ما سبق وذكرت كيخدموا طوال ايام الاسبوع، كيسدوا فقط غير يوم الاحد. كنتمنى لا فيديو ديالي ما تكون عجبتكم، كلها جديد وكلها برومو. فريمون كاين بزاف ديال الهميزات، راه ما صورناش كلشي. لي بور شوسيغ حتى هما متوفرين، العبارات كاملين، المرايات حتى هما كاينين، لي طابل كونسول كلشي متوفر. غير والحاجه اللي ديجا صورتها ما كنبغيش نعاودها باش ما كتكونش هكا تكرار. فكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكونوا استمتعتوا بها. انا صراحه عجبوني لي برومو، كاين بزاف ديال الهميزات في انتظاركم في لي صالون، في لي شومبر كوشي، حتى في لي طابل مونجي كاين بزاف ديال الهميزات. ما تنساوناش فضلا وليس امرا جيم، بارطاج، اشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. غادي نقول لكم بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد. وبالنسبه للناس ديال المحل غنخليه لكم في الاخر ديال الفيديو، وغنحط لكم ايضا حتى لا لوكاليزاسيون كتحطوها في جوجل ماب ولا في الويز كتجيبكم حتى لقدام المحل. شكرا لكم مره اخرى، نقول لكم بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد. باش غادي ندوزو هنا كيف ما كتشوفوا من حدا المركب الثقافي، لا هذا سيرفيس ديميل، وحده رونو كيف ما كتشوفوا معايا، هذا سيرفيس ديميل حداه رونو، وعاده مباشره غادي تلقاو المركب الثقافي مولاي رشيد، هو هذا سيرفيس ديميل حداه رونو، غتلقاو حدا المركب الثقافي ديال مولاي رشيد، وغندخلوا مباشره لشارع محمد بوزيان. هانتوما يعني هنا ملي غتدخلوا لهذا الشارع غتفوتوا المركب الثقافي، غتبقوا غاديين غير طول، يعني ما غتدوروا لا اليمين لا اليسار، غتبقوا غاديين طول كي قلت لكم في شارع محمد بوزيان حتى غادي نوصلوا ان شاء الله للمحل. المحل كاين لا ايدنا اليمين، هذا هو الليسي ديال ابن تومارت، هو هذا تجي نورمالمون قابل ها الجامع ديال الخيريه، هو هذا الجامع الخيريه مي شان حسن المحل، هو هذا اللي غيجي من هاد الاتجاه غادي يجي على وليمه، على كافي وليمه، كافي وليمه فوالا، غيستاسيوني نورمالمون هنايا، وهذا هو المحل، ها هو اميره بلاص ديجي.